بسم الله الرحمن الرحيم. نحن تو انت كانت نشرح المحاضرة الثانية في كورس الكنترول سيستم 2 اللي هو الكود بتاعه EE469. المحاضرة الثانية هذه حتكون على الروت لوكاس تكنيك، الاوت لاينز اللي خاص بالمحاضرة. اول حاجة حيكون نتكلموا على انترودكشن، ثاني نقطة حنتكلموا على البروبرتيز اوف روت لوكاس، وثالث نقطة حتكون السكتشنج of root locus. هذين outlines هذه المحاضرة. نبدو the introduction. لو كان عندي بلوك ديجرام بهذا الشكل، عندي هنا K وكنترول اكشن ماشي للبروسيس رمزة J، وعندي output Y، وعندي هنا summing element، وعندي هنا reference value او set point، وعندي هنا الايرور، وعندي هنا الاوتبوت، وعندي feedback signal ماشي للسنسور اللي هو H، وعندي نيجاتيف في المجمل الاوفرال اللي هو نيجاتيف فيدباك كنترول سيستم. لو جينا خذينا الترانسفير فانكشن حنقول الواي على الار تساوي الكي جي ديفايدد باي 1 بلس كي مضروبه في جي مضروبه في اتش. لو خذينا المقام هذه وقلنا 1 زائد الكي في جي مضروبه في اتش تساوي 0، هذه يطلق عليها الكاركترستيك كويشن، كاركترستيك كويشن. كاركترستيك كويشن هذه نقدر نطلع منها الكلوزد لوب بولز، ونطلع منها الكلوزد لوب زيرو. طبعا زي ما رسمنا قلنا هنا عندنا كي، وهنا عندنا جي، وهنا عندنا اوتبوت، وهنا عندنا فيدباك سيجنال، وهنا سامينج اليمنت وريفرنس، وهنا نيجاتيف فيدباك. الكي هذه الروت لوكاس شنو يقول؟ يقول نبي يعرف الروت لوكاس او يعرف الروت لوسي للسيستم جي في حاله ان الكي تتغير من قيمه 0 الى قيمه انفينيتي، تاخذ القيم من الزيرو للانفينيتي. طبعا هذه ديما نفرض ان الكي تتغير من الزيرو الى الانفينيتي، معنى هذا ان هناك معنى اذا كان اذا تغيرت الكي من الزيرو الى انفينيتي، يعني اف ذا فاليو اوف كي از تشينج فروم زيرو تو انفينيتي، ذن ذير ار infinity of number of solutions. إذا كان غيرنا الـ k من الزيرو لبلا نهاية، معنا عندي عدد لا نهائي من الحلول، لهذا حلها numerically صعب، لهذا يتجه إلى الروت. معنى هذا الروت لوكاس هو graphically تكنيك. الروت لوكاس جرافيكالي تكنيك يعني تقنية رسم، تقنية رسم توريني ببساطة مسار السيستم، كيف يتغير السيستم من الاستابيليتي للان ستيبل، وكذلك with different performance specification when the case changed from zero to the infinity. لو جينا خذينا انا طبعا قلنا الترانسفير فانكشن كتبناها من بدري اللي هي الواي على الار تساوي الكي تساوي الكي جي في الكي على 1 بلس الكي في الجي في الاتش، هذه كلوز لوب سيستم. باهي لو كان عندنا لو كان خذينا الكي في الجي في الاتش فقط، هذه يسموها شنو؟ اوبن لوب. اوبن لوب طبعا ما دام فيها كي معناها اوبن لوب جين، والزيرو نتاعها اللي هو الاوبن لوب زيرو.
والبولز متاعها اللي هو الأوبن لوب بولز. معنى هذا إذا كان خذينا الترانسفير فانكشن للنيجاتيف فيدباك كنترول سيستم، معنى هذا الكاركترستيك إكويشن حنحصله منها على الزيرو كلوز لوب والبولز كلوز لوب. ولكن إذا كان خذينا الكي في الجي في الاتش فقط، الكي في الجي في الاتش معناها الكي اللي هي الأوبن لوب جين، والأصفار اللي نطلعوهم من جي في الاتش هي أوبن لوب زيرو، والبولز اللي نطلعوهم من جي في الاتش هو أوبن لوب بولز. هو في الحقيقة في الماتلاب أعطاني أفضلية أو خاصية أني بكوماند واحد اللي هو الروت لوكس، ونحط المعادلة في الترانسفير فانكشن أو في الستيت سبيس في الروت لوكس على طول يرسم لي في الماتلاب على طول من خلال هذا الكوماند يرسم لي الروت لوكس بشكل كامل. ولكن طبعا هتجد مش فاهمة، ولكن رسمك له رسمك للسكتش بشكل يدوي وتتبع الخطوات البربرتس بتاعها بالكامل، وكيف تدير ديزاين للليد كومبنسيتور او اللاد كومبنسيتور او البي دي والبي اي والبي اي دي كنترولر، كيف تدير ديزاين من خلال الروت لوكس، هذا كله حيتيح لك انك انت تفهم الكنترول وتقدر تدير اناليسز وتدير تصميم باي هاند. ناخذ اكزامبل. إذا كان عندي الأوبن لوب اللي هو جي اتش يساوي اس بلس 1 ديفايدد باي اس بلس 2 ملتيبلاي اس بلس 3. دي نديروا اناليسيز السوليوشن. أول وحدة نطلع الأوبن لوب زيرو اللي هو وين قاعد؟ قاعد عند الاس تساوي ناقص 1، لان الزيرو هي قيمه الاس اللي موجوده في النيميريتور. وبعدين الاوبن لوب بولز قاعده عند الاس تساوي ناقص 2 واس تساوي ناقص 3 اللي هو قيمه الاس عند الدي نيميريتور اللي هو عند المقام. لو جينا رسمنا هنا نحن في الاس بلين، طبعا بالنسبه لعلاقه المحور الاكس اللي هو سموه فيه الريال اوف اس، وهنا الايمجينري اللي هو جي ام اوف اس بالنسبه للروت لوكس، هذا يسمى المستوى وهذا يسمى الاس بلين. الاس بلين هو نرسمه عليه في الروت لوكس لما يكون السيستم لينير. طبعا الروت لوكس لا يطبق الا على السيس على اللينير سيستم. الزيرو عند الاس ناقص 1، الاس ناقص 1 هي الزيرو دي بنمثله به بدائره بالشكل هذا، والبولز عندي واحد عند الناقص 2 موجود هنا، البولز دي بنمثله بعلامة الكروس بالشكل، وعندي بولز آخر موجود عند الناقص 3. هيك السيستم هذا الأوبن لوب قاعد عندي 2 أوبن لوب بولز وواحد أوبن لوب زيرو، هذا قاعد على النيجاتيف ريال أكسس. لو خذينا الكاركترستيك إيكويشن اللي هي 1 بلس الكي مضروبة في الجي أوف إس مضروبة في الاتش اوف اس، وقلنا هذه تساوي زيرو. من هنا نقدر نقول الكي جي اوف اس ملتبلاي اتش اوف اس حتساوي ماينس 1. لو جينا من هنا خذينا ماجنتيود للطرفين، خذينا الماجنتيود متاع الجي اوف اس ملتبلاي الاتش اوف اس، خذينا الماجنتيود متاعها تساوي معناها الناقص 1 حتقعد بلس 1 بالشكل هذا. هذا بروبرتيز الاولى، الشرط الاول ان الكاركترستيك اكويشن يجب ان الماجنتيود متاعها يساوي 1. الشرط بروبرتيز الثانيه الزاويه للكي مضروبه في الجي مضروبه في الاتش يجب ان تساوي بلس اور ماينس ال 180 درجه. الشرطين هذين لازم يتحقق في الروت لوكس، ان النقطه اللي بتدير عندها ديزاين الزوايا مع البولز والزيرو تساوي 180 زايد او ناقص، وفي نفس الوقت قيمه الفيكتورز او قيمه البولز والزيروز يجب ان تساوي 1. نجو للمثال هذا تو احنا نحاول نرسمه. لو جينا فرضنا ان عندنا نقطه هنا، نحن طبعا حنغير الكي من الزيرو الى ما لا نهايه. الكي عند البولز دائما تساوي شنو؟ تساوي صفر، معنى الكي عند البولز الثاني هذا تساوي صفر، والكي عند البولز الاول هذا تساوي صفر، والكي دائما عند الزيرو تساوي انفينيتي تساوي ما لا نهايه.
معناها نركز على هذه النقطة أن الكي عند البولس تساوي صفر والكي عند الزيرو تساوي ما لا نهاية. نحن قلنا نبغى نغير قيمة الكي من الزيرو إلى ما لا نهاية، معناها الكي حيبدأ من عند البولز وينتهي عند الزيرو. أنا عندي هنا 2 بولز وعندي 1 زيرو، معناها هذا واحد من البولز حيبدأ من البولز من الكي تساوي صفر وحينتهي عند الزيرو، باقي البولز الآخر حيمشي لإنفينيتي. البولز ديما يمشي يا للزيرو، إذا كان ما لقاش زيرو حيمشي لإنفينيتي. إذا كان عندي الترانسفير فانكشن فيها 2 بولز و2 زيرو، معناها 2 بولز حيمشي للاثنين زيرو، ولكن هذه نادرة الحدوث لأن دائما في الترانسفير فانكشن البولز اقل من الزيرو. في حاله البولز اقل من الزيرو، مثلا زي انا عندي زيرو واحد واثنين بولز، معنى هذا في بولز حيمشي للزيرو لان هي الانفينيتي، والبولز اخر حيمشي للناقص ما لا نهايه مباشره. فهنا نحن نفرض مثلا ان لو افترضنا ان عندنا نقطه، النقطه هذه نسموها اس 1 تمثل احد الحلول لقيم كي، لان لما نغير قيم كي الروت لوكس في كتب تسمي فيه روت لوكس وفي تسمي فيه روت لوسي. المسار فرض لنا النقطه هذه بتاع كي اعطتني جود سبيسيفيكيشن، اعطتني اوفرشوت واعطتني سيكليك تايم ورايز تايم وستدي ستيت ايرور، مواصفات للمصمم. فرضنا ان القيمه هذه هي تمام. كيف نجد الكي عندها القيمه هذه؟ نحن نمد خط للبولز الاول، هذا طبعا اس 1 نمدوها للناقص 1، حيقعد قيمتها اس 1 بلس 1 لان الفيكتور ديما اتجاهها معاكس، ونسمي الطول هذا ال1، ويصنع زاويه مع الريال سيتا 0 لان هذا 0. وجو نمدوا للبولز الثاني اس1 وناقص 2، معنى هذا حيقعد عباره عن اس1 بلس 2، من ناقص قعدت بلس لان الفيكتور محصله الفيكتور ديما عاكس في الاتجاه، وحيصنع زاويه هنا بالنسبه للبولز 1 سيتا بي1. وناخذ خط ثالث بالشكل هذا، وهذا حيقعد اس 2 1 بلس 3 اللي هو تعبر على الثلاثه هذا، وهذا طبعا هذا حيكون طوله ال1 وهذا حيكون طوله ال2 وهذا حيكون طوله ال3، وهذا حيصنع زاويه سيتا بول 2. بالنسبه لشرط الزوايا، المفروض ان الزاويه سيتا بي1 بلس الزاويه سيتا بي2 ماينس الزاويه سيتا زد تساوي زائد او ناقص 180. ليش درنا ناقص؟ لان البولز في المقام والزيرو في البسط، معناه اذا كان هذه الموجب معناه هذه حتكون ناقص. الشرط هذا يجب ان يتحقق. تمام. انا عندي جي او اتش من مثال شنقال اللي قال لي يساوي اس على اس بلس 2 مالتبلاي اس بلس 3. الكي نقدر نجيبوها في حالتين، يا يعني نعوض ونخلوا الاس تساوي اس 1 لان النقطه هذه اس 1 عندنا، او الطريقه الاخرى نقول الكي تساوي الاطوال اللي هو البعد عن ال1 البول الاول اسمها ال1 مضروبه في البعد عن البول الثاني اسمها ال2 قسم البعد على الزيرو ال3. بالشكل هذا احنا جبنا الكي، جبناها كيف؟ جبناها جرافيكالي، وبالطريقه هذه جبناها نيوميريكالي. ناخذ قيمه الاس 1 ونعوض بها الاس، نعوض بها بالاس حتطلع لي قيمه الكي، او هنا نجيبوها بهذه الطريقه، يعني معناها الكي نقدر نجيبوها نيوميريكالي ونقدر نجيبوها في نفس الوقت جرافيكال. طبعا الكي كم قيمتها؟ نحن قلنا جي اوف اتش تساوي اس بلس 1 على اس بلس 1 اس بلس 2 مضروبه في اس بلس 3. انا عندي الكي مضروبه في الجي مضروبه في الاتش، طبعا ماجنتيود هيك تساوي 1، معنى هذا من هنا الكي شن تساوي؟ حتساوي 1 على جي اوف اتش ماجنتيود، معناها حتساوي الاس زائد 2 مضروبة في الاس زائد 3 ديفايدد باي اس بلس 1. هنا لما الاس تساوي اس 1، هذه هي قيمة الكي تعبر عليها بالشكل هذا. هنا لو عوضنا بالاس 1 حطيناها مكان الاس والاس والاس حتطلع لي قيمة الكي جرافيكالي نيوميريكال. هذه نقطة. معناها المعادلة العامة لحساب قيمة كي
هي عبارة عن شنو؟ هي عبارة عن multiplication لللينف. From the bones divided by multiplication the length from the length from the zeros. بالمعادلة هذه نطلع قيمة الكي. وقلنا في نفس الوقت الملاحظة المهمة نكتبوها at the open loop bools الكي تساوي صفر و at the open loop zeros الكي تساوي infinity. وفعلا هذه احنا عندنا الكي كمثال يعني طلعناها تساوي اس بلس 1 مضروبه في اس بلس 2 مضروبه في اس بلس 3 على الاس بلس 1 معادله هذه. لو جينا عوضنا بقيمه البولز هن البولز الاول كم يساوي؟ احنا عندنا البولز 0 ساوى ناقص 1 والبولز 1 ساوى البولز الاول ناقص 2 والبولز الثاني ناقص 3. لو عوضنا بقيمه البولز هنا ناقص 2 هيقعد المقام بزيرو حتطلع لي كي بزيرو. لو عوضنا بقيمة البولز الثاني ناقص 3 هيقعد البسط قصدي البسط يقعد البسط بزيرو. في حالة عوضنا بالبولز الأول والبولز الثاني يقعد البسط بزيرو فيقعد قيمة الكي تساوي صفر. لو عوضنا بقيمة الزيرو اللي هو ناقص 1 الاستخدام ناقص 1 هيقعد المقام هو اللي زيرو حتطلع انفينيتي. هذا يدل على أن الكي تساوي زيرو عند البولز وتساوي انفينيتي عند الأصفار اللي هو عند الزيرو. نجيب البروبرتيز الخاصية الأولى. قال لك ضرورة لوكاس ستارتس فروم أوبن لوب بولز اللي هي الكي تساوي صفر and ends at finite at open loop zeros يوقف عند loop zero اللي كي تساوي ما نهاية finite يعني عند قيم محددة. إذا كان ما لقاش zero or at infinity هيوقف وين؟ هيمشي لي infinity. معناه الروت لوكاس او الروت لوسي هيبدا بالكي تساوي صفر اللي هو عند البولز وينتهي عند الزيرو الكي تساوي ما لا نهايه. اذا كان ما لقاش زيرو هيمشي للانفينيتي. البروبرتيز الثانيه بروبرتي ثانيه قال لك ضروره لوكاس is symmetric about real x. symmetric about real x شن معناها؟ معنى هذا نحن رسمنا بدري بالشكل هذا قلنا هذا الريال اوف اس وهذا الامجينري اللي هو جي ام اوف اس. فرضا انا عندي هنا بولز بالشكل هذا معنى هذا حيقعد عندي اخر كونجيكيت نفسه موجود هنا. ولو كان عندي روت لوسي هنا ماشي بالشكل هذا معناه حيقعد عندي روت لوسي ماشي بالشكل هذا. يعني سيمتري قال لك الروت لوكس سيمتري اراوند الريال اكسس. معنى هذا الريال اكسس تعامل معامله الميرور كانها مراه. اي شيء موجود فوق هنا حيعكس نفسه، اي زاويه موجوده تمثل بنفس الزاويه الوطا، اي بولز موجود في الاعلى يمثل نفس البولز، اي روتلوسي يمثل بنفس الروتلوس، اي زيرو موجود يمثل بزيرو موجود هنا، معنى هذا الريال اكسس كانه ميرور، الخاصيه هذه نركز عليها كويس. الخاصيه الثالثه بروبرتي 3 هو قال لك نمبر of branches of root of the root
عدد البرجر روت لوكس ار ايكوال تو ذا نمبر اوف اوبن لوب بولز. اذا كان عندي اوبن لوب بولز اثنين معناه عندي اثنين برانشز في الروت لوكس. اذا كان النمبر اوف بولز ثلاثه معناه عندي ثلاثه برانشز في الروت لوكس. وهذه انتهت. الخاصية الرابعة ضرورة لوكاس branches that approach infinity اللي توصل للإنفينيتي will go there asymptotic with an angle بزاوية نسموها الفاي A. باي الفاي A تساوي قانون الفاي A تساوي 180 divided by number of poles minus number of zero multiplication 2q plus 1 where حيث the q equal 0 or 1 up to number of poles minus number of zeros minus 1. معنى هذا أن نقطة زاوية الروت لوسي اللي ينطلق بها تسمى الفاي A والنقطة اللي ينطلق بها تسمى السيجما A وتساوي summation البولز minus summation الزيروز divided by number of poles minus number of zeros. طبعا القانون هذين نركز عليه كويس ولكن لما يجيني مثال حنستوعب الطريقة أفضل بشكل أفضل. ناخذ example. example. لو كان عندي هنا أنا K وعندي بروسس نرمز له بالرمز J وعندي الاوتبوت اللي هو الواي وعندي هنا سامينج اليمنت وعندي هنا ريفرنس فاليو او السيت بوينت ارس وعندي هنا الايرور وعندي الفيدباك اتش من هو نيجاتيف فيدباك لان في امثله لقدام حناخذه على البوزيتيف فيدباك هذا نيجاتيف فيدباك وفرضنا ان سبوز أن جي اتش مضروبة في الاتش هذا الأوبن لوب جي اتش يساوي واحد على الاس مالتيبلاي اس بلس 1 مالتيبلاي اس بلس 2 solution we can find now الأوبن لوب بولز اللي هو الاس ايكوال تو 0 اس 1 واس 2 ايكوال تو ماينس 1 و ثيرد بولز اس 3 ايكوال تو ماينس 2 عندي ثلاثه بولز وما عنديش زيرو لان الزيرو هي قيمه الاس اللي في البسط فالنومريتور ما عنديش اس ولكن في الديمونريتور هو اللي يعبر عن قيمه البولز عندي ثلاثه بولز الروت لوكس هاز 3 برانشز ليش؟ All of them جميعها will go infinity جميعها تعدي infinity لأن قلنا البرانش يبدأ من البولز وأنت عند الزيرو ما عنديش أصفار معناها حيمشي ليش؟ للإنفينيتي ليش قلنا عنده ثلاثة برانشز لأن عندي ثلاثة بولز قلنا عدد البولز يساوي عدد البرانش شو نرسمه احنا؟ لو جينا رسمنا هنا رسمنا الريال أكسس اللي هو الريال of S ورسمنا الإيميجينري أكسس اللي هو جي إم of S البولز الأول موجود هنا وقلنا البولز نرمزه له بالرمز Q وهنا الكي كم تساوي؟ تساوي صفر البولز الثاني عند الناقص واحد اللي هو هنا وكذلك الكي عنده تساوي صفر
البوليز الثالث موجود عند الناقص 2، وكذلك الكي عنده تساوي 0. رسمنا البولز، هذه سهلة. النقطة الثانية اللي بنعرفه وين البرانشز بتاع الروت لوكس. البرانشز نحددوه كالآتي الركز. ندير تست بوينت نبدأ من جهة اليمينها، نفرض هذه التست بوينت، ونشوف يمين التست بوينت اللي ندرتها. إذا كان لقيت عدد البولز مجموع عدد الزيرو عدد فردي odd number then we have root loci at this test point. If not then we don't have. هذه النقطة الأولى test point، هنا بحثنا على اليمين ما فيش لا بول لا زيرو، معناها ما عنديش روت لوسي. نجي نمشي بعد البولز هذا ونصبيها وندير تست بوينت ونشوفوا بيني كم عندي بولز. عندي واحد عدد فردي، ما دام عدد فردي معناها عندك انا برانشز للروت لوكس، هو هذا برانش. ما دام عندي اثنين بولز معناها هذا يتحرك في هذا الاتجاه وهذا يتحرك في هذا الاتجاه. ندير تست بوينت هنا ونشوفوا كم بولز على اليمين في اثنين عدد زوجي، معناها ما عنديش روت لوسي. نجوب بعد البولز هذا وندير نقطة تست هنا ونعدوا كم عندي بولز. عندي فردي 1 2 3، معناها انا عندي روت لوسي اخرى. ما دام عندي روت لوسي هذا ما عندهاش زيرو يمشي له، معناها حيمشي الانفينيتي بهذا الشكل. الروت لوسي هذا يبدا من كي تساوي صفر وينتهي عند الانفينيتي، وهذا يبدا كي تساوي صفر يمشي في هذا الاتجاه، وهذا يبدا من كي تساوي صفر في هذا الاتجاه. كويس، نحن هيك رسمنا، حددنا البولز نتاعنا وحددنا الروت لوسي نتاعنا، ولكن مازال طبعا النقطتين هذين البولز هذا متحرك في هذا الاتجاه ومحرك هذا، حتلاقى في نقطة وبعدها يفتحن. النقطة هذه يسموها البريك أوي بوي، توجه حسبتها، لأن بنحدد النقطة وبنحدد نحن بعدين الأسومتيك. نبي نعرف أول مرة النقطة، عندنا احنا السيجما A تساوي قانون خذيناه مجموع البولز ناقص مجموع الزيرو divided by number of bulls minus number of zero، وهنا حتساوي number of bulls عندي كم؟ مجموع البولز، البولز الأول زيرو، البولز الثاني ناقص 2، البولز الثالث ناقص 3، ناقص أصفار ما عنديش، معناها حتقعد هيك بس. divided by number of bulls 3 ناقص 0 معناها حتساوي ناقص 1 ناقص 3 ناقص 4 حتساوي ناقص 1 على 2 اسف، وناقص 2 تساوي ناقص 3 على 3، معناها الاسمبتوتيك هذا حينطلق من نقطه ناقص 1، معناها حنجوع عند الناقص 1 حينطلق من نقطه هذا، لكن مش عارفين الزاويه اللي ينطلق منها، فنجيبوا الفاي. الفاي A تساوي 180 divided by number of bulls ناقص النمبر اوف زيرو ديفايدد باي تيو كيو بلس 1، وير الكيو تساوي 0 اند 1 الى قيمه النمبر اوف بول ناقص النمبر اوف زيرو ماينس 1، معناها حتساوي 0 و1 ونمبر اوف بول 3 ناقص 0 ناقص 2 معناها تمشي لعند 2، معناها يقعد عندها 3 قيم. نعوضه على الكيو ب 0 ونعوضه على الكيو ب 1 ونعوضه على الكيو، معناها هذا حتساوي 180 على النمبر اوف بول ديما هنا ديما على 3 مضروبة في الزيرو، والقيمة الأخرى 180 على 3 مضروبة في 1، والقيمة الثالثة 180 على 3 مضروبة في 2، فحيطلع عندي هنا أول زاوية حتطلع عندي 60 درجة، ثاني زاوية حتطلع عندي 180 درجة، وثالث زاوية يطلع عندي 300 درجة. ال 60 درجة معنى هذا احنا حددنا سمتتك من بدري عند الناقص 1، يصنع معناها 60 درجة مع الريال، معناها حيمشي بالشكل هذا، وعند الآخر سيمتري قلنا ميرور بالشكل هذا، معناها انا حيصنع زاويه كم قيمتها؟ 60 درجه، وهنا 60 درجه. عرفنا معناها ان التباعد قريب من هنا ولكن يفتح زاويه 60. وال 180 معناها البولز هذا يمشي بالشكل هذا بزاويه 180. تحرك زاويه 180 بالشكل هذا. وال 30 طبعا ما لا تحسب لانها ما عنديش بولز اخر رابع ياخذ هذه الزاويه. معناها قاعد عندي الوضع بهذا الشكل. تو نجيبوا نحن شنو؟ البريك اوي بويت اللي تكلمنا عليها. البريك اواي بوينت. فايند البريك اواي بوينت. البريك اواي بوينت كيف نجيبوها؟ نحن عندنا من شكل المعادلة عندنا 1 بلس كي
على اس مضروبه في اس بلس 1 مضروبه في اس بلس 2. هذه نسويها بزيرو. نطلع الكي من هنا، لو طلعنا الكي من هنا الكي حتساوي الاس تكعيب زائد 3 اس تربيع بلس 2 اس، هذا كله بالماينس. هذه طبعا شنو الكاركترستيك كوشن؟ طلعناها من ايش؟ من الكاركترستيك اكويشن. لو جينا نجيب تفاضل الكي بالنسبه للاس ونسووه بالزيرو، حيطلع معانا 3 اس تربيع زائد 6 اس بلس 2، هذه تساوي زيرو. من هنا حنطلعه الاس تساوي ناقص 0.42 او الاس تساوي ناقص 1.5. نرسم احنا الروتلوس اللي بدري رسمناه بالشكل هذا، ورسمنا ريال اوف اس واميجينري هو الجي اوف اس، وقلنا عندنا بول هنا وعندنا بول عند الناقص 1 وعندنا بول عند الناقص 2. وجينا قلنا عندنا روت لوسي هنا، قلنا هذا البولز يتحرك في هذا الاتجاه وهذا يتحرك في هذا الاتجاه، وقلنا عندنا بريك اواي بوينت، سميناها بريك اواي بوينت لانه بيتباعد هنا، وعندنا روت لوسي اخر هنا ماشي وين؟ بادي من الكي تساوي صفر وينتهي عند الكي تساوي انفينيتي. وهنا طبعا البولز البرانش اللي هنا يبدا حتى هو من الكي تساوي صفر، وهذا يبدا من الكي تساوي صفر. لما رسمنا نقطه الابسوتيتك طلعت هنا، ولما رسمنا الناجل الانجل اوف اسمتيتك طلعت 60 درجه بالشكل هذا، 60 60. تو لما جبنا البريك اواي بوينت ناقص بوينت 1.5 غلط. ليش؟ لانها قاعده خارج الرينج، انا الروت لوسي ما بين الزيرو وما بين الناقص 1. ال 1.5 جت هنا وهنا ما عنديش روت لوسي، معناها هذه لا تحسب. ناخذ النقطه الاخرى اللي هي تعتبر صحيحه ناقص 0.42 اللي هي هنا، هذه ناقص 0.42، معنى هذا البولز هذا البولز تلاقى هنا وحيمشي بالشكل هذا، يمشي موازي لهذا بالشكل هذا ويمشي الاخر موازي لهذا بالشكل هذا. معناها الغرض من النقطه الانجل اللي جبتها تعطيني انفراجه البولز او مسار البولز كيف يمشي. معنى هذا البولز هذا والبولز هذا تلاقى واحد يمشي في هذا الاتجاه يمشي الى الكي تساوي انفينيتي، وهذا يمشي الى الكي تساوي انفينيتي عند النقطه هذه. الحاجه الاخرى اللي نبوها تو نبو نقطه تقاطع مع البوزيتيف ايماجينري اكسس ونقطه تقاطع مع النيجاتيف ايماجينري اكسس. طبعا لما نجيب البوزيتيف ايماجينري اكسس الانترسكت معاه هو نفسه اكيد حيكون هذا بالماينس، لان قلنا النيجاتيف ريال اكسس هو عباره عن ميرور. كيف نجيبوها هذه الانترسكت؟ الانترسكت with imaginary axis by راوث تيبل. نجيبوها بواسطة راوث تيبل، نحن من قبل واخذين راوث تيبل كنا نجيبو بيه الاستابيليتي. الراوث تيبل انا عندي المعادلة اللي هي 1 ناخذ كاركترستيك اكويشن كي جي اتش تساوي صفر، من هنا حيطلع لي الاس تكعيب زائد 3 اس تربيع بلس 2 اس بلس كي تساوي صفر. نحطوها الكاركترستيك كويشن بهذه الصيغه، ونجي هنا طبعا نحط الاكس تكعيب وبعدين نحط هنا الاس تربيع وبعدين هنا الاس وبعدين هنا انس 0 بلس 1. نستخدم الراوت تيبل معامل الاكس تكعيب معامل الاكس، نحطه هنا 1 ونحطه هنا 2 وهنا نحطه 3 وهنا كي، وهنا طبعا نضرب نحن 3 في 2 ب 6 ناقص الكي ديفايدد باي 3 وهنا يطلع لي 0 وهنا تطلع لي الكي. لما جينا قلنا يتقاطع مع الايمجينري اكسس، اذا كان موجوده عند الايمجينري اكسس معنى هذا ان السيستم اوسيليت. نتذكر الراوث تيبل يقول لك اذا كان هذه كل نفس الاشاره موجب كل معناها سيستم ستيبل، او اذا كان ماينس كل معناها سيستم ستيبل. لكن الصف الاول لو جت عندي وحده سيرو معناها سيستم اوسوليت. ما دام نبحث على بويت عند الايماجينري معناها سيستم اوسوليت، معنى هذه يجب ان تكون تساوي صفر. هذه بس تساوي صفر، الكي يجب ان تساوي 6، معناها الكي جبناها بايش نحن هنا؟ ب 6. الكي تساوي ب 6 خلاص العمود اللي حقق لي الايماجينري اكسس راوث يقول لي خذ العمود اللي قبل، العمود اللي قبله هو اللي هو 3 اس تربيع بلس كي، كي اللي ب 6 تساوي صفر. هنا حنطلع انا الاس 1 والاس 2، لو طلعت انا حتطلع لي بلس او ماينس جي جذر 2، معناها نقطه تقاطع هنا اللي هي بلس جي جذر 2
ونقطة تقاطع ماينس جي جذر 2. هذه الانترسكت نتاع الامجينري اكسس نحن بالشكل هذا جبنا. تمام، زي ما قلنا بدري نحن نعود مره اخرى الرسم هذا بالشكل هذا، رسمنا وقلنا هذا ريال اوف اس وهذا ايميجينري اوف اس، وعندي بول هنا وعندي بول هنا وعندي بول هنا، هذا عندي ناقص واحد وهذا صفر وهذا ناقص اثنين، ورسمنا نحن بالشكل هذا الاسمبتوتيك، ولقينا هذا البول هذا عندي روت لوسي هنا يتحرك هذا في هذا الاتجاه في هذا الاتجاه، يتلاقى عند النقطه اللي هي ناقص بوينت 4.2 طلعناها بالديريفاتيف، وهذا حيمشي في هذا الاتجاه وهذا حيمشي في هذا الاتجاه، هنا يبقى عندي زائد جي جذر 2 وهنا ماينس جي جذر 2، معناها البولز هذين حيمشي نقعد انستيبل، بعدين ايميجينري بعدها يمشي حيقعد انستيبل عند قيم بعض الكي هنا انستيبل، والبولز الاخر هذا حيمشي في هذا الاتجاه من الكي تساوي صفر الى الكي تساوي ما لا نهايه. نفرض انا ان عندي قيمه هنا للكي كانت هي الديزايرد. القيمة هذه هي الديزايرد، هنا طلع عندي الديزايرد، يعني حصلت فيها الفول سبيسيفيكيشن طلبها الديزاينر، حصلت فيها اوفرشوت مناسب او سيتلينج تايم مناسب او رايز تايم مناسب او ستادي ستيت ايرور مناسب، معناها القيمة هذه حنسموها نحن شنو؟ سموها اس اللي هي عندها الكي، فنحن حنمدوا قلنا خط بالشكل هذا للبول هذا حنسموه ال1 وخط للبول الثاني حنسموه L2 وخط للبول الثالث بول اسف هذا L2 وخط للبول الثالث نسموها L3. البعد ما بين النقطة اللي بيجيبوا عندها الكي للبول الأول اسمها L1، والنقطة والبعد ما بين النقطة اللي بنجيبوا عندها الكي والبول الثاني اسمها L2، والبعد ما بين النقطة اللي نجيبوا عندها الكي والبول الثالث اسمها L3. ويقبل كي شن تساوي هنا؟ حتساوي L1 مضروبة في L2 مضروبة في L3 divided by البعد على الزيرو، البعد على الزيرو ما عنديش ولا زيرو معناها قسمة 1، معناها الكي تساوي طول L1 على طول L2 على طول L3. طبعا هذه نعرفوها لو كان رسمنا احنا على رسم بياني والله في الماتلاب حنعرفوا نحدوا على طول L1 وال L2 وال3 يضربوا بعضهم يعطيني هي قيمة شنو؟ هي قيمة الكي، وبهذا الشكل انا الكي طلعتها شنو؟ طلعتها جرافيكالي. ونحط هنا بعدين فيش؟ في السيستم اللي هو يقول لي الكي مضروبه في الجي يعطيني واي، وعندي فيدباك هنا اتش، وعندي هنا سامينج اليمنت نيجاتيف فيدباك. لما نحط الكي اللي طلعت لي مثلا 10، حطيت الكي هنا معناها حصلت انا هنا حطيت ست بوينت اللي هو الار، حصلت ابروبريت سبيسيفيكيشن اللي كانت طالبن، لان الكي هذه حسبتها حسبه طلعتها من رسم من خلال الرسم بياني. ناخذ اكزامبل اخرى، لو كان عندي انا جي اوف اتش تساوي الكي مضروبه في اس بلس 2 اللي هي قيمه الزيرو على الاس تربيع بلس 2 اس بلس 3 المعادله تعبر عن قيم البورس. طبعا عندي هذه طبعا المعادله هذه ما دام جي في اتش معناها اوبن لوب، معناها عندي الاوبن لوب بولز اللي هي اس تساوي ناقص واحد بلس اور ماينس جذر 2. لو طلعت البولز من السكند اوردر كويشن هيطلع لك بالشكل هذا، والاوبن لوب زيرو حيكون عند الاس تساوي الناقص 2. لو جينا هنا رسمنا نحن بالشكل هذا حطينا هنا ريال وهنا ايميجينري، فقعد عندي زيرو، وين موجود الزيرو؟ عند الناقص 2، معنى عندي هنا ناقص 1 البولز ناقص 1 وبلس جذر 2 هي جي جذر 2، هنا في جي هنا في جي وهنا في ناقص جي جذر 2، معنى هنا حيقعد عندي بول قلنا نرمزه له بالرمز كروس، وهنا عندي ميرور معناها عندي بول اخر نرمزه له بالرمز كروس، والزيرو قاعد عند ناقص 2 وعندي عند الناقص هنا 2 زيرو، الزيرو قلنا ديما نمثلوه بدائره. هذين هن البول الاوبن لوب بولز والزيرو موجودات على الاس بلاي. الكي هنا حتقعد تساوي صفر، والكي هنا حتقعد تساوي صفر، والكي هنا حتقعد تساوي انفينيتي. انفينيتي. طبعا هذا ما دام زيرو
معناها اتجاه الرطلوسي. نحن ورا نرسم الرطلوسي قبل، لو خذينا تست بوينت هنا وبحثنا على يميننا مش حنلقى بولز ولا زيرو، معناها ما فيش رطلوسي. لو خذينا تست بوينت هنا وخذينا على يميننا وعددنا كم عندنا بولز وكم عندنا زيرو، طلع عندنا ايفن نمبر، عدد زوجي، معناها ما فيش رطلوسي. لو خذينا نقطة ثالثة هنا وعدينا كم عندنا بولز وزيرو، عندنا 2 بولز وواحد زيرو ثلاثة، معناها اود نمبر. ما دام عندنا اود نمبر معناها هذه المنطقة عندي انا روت لوسي قاعد هنا. ما دام عندي زيرو معناها حيكون داخلها بالشكل هذا، داخلها بهذا الشكل. وما دام عندي 2 بولز معناها عندي برانش واحد اخر، البرانش اخر حيكون في بولز ماشي بهذا الشكل. لان ما دام عندي زيرو واحد معناها في بولز حيمشي للزيرو هذه، وفي بولز حيمشي للمال نهاية بالشكل هذا. عندي النقطة هذ، نقطة التلاقي لما كان عندي بولز في المثال اللي فات سميتها بريك اواي بوينت. هنا طبعا النقطة حتكون بالشكل، حيكون في برانش خاشكي وبرانش خاشك، لأن في واحد حيمشيك وحيمشيك، فهذه حنسموها في حالة الزيرو حنسموها بريك ان، بريك ان بوينت. نبي نحسبوها البريك ان بوينت هذه. نحسبوها نفس الشيء، انا عندي واحد زائد الكي جي اوف اتش تساوي زيرو كاركترستيك اكويشن. من هنا نقدر نطلع الكي اللي هو يطلع لي اس تربيع بمعادله بلس 2 اس بلس 3 على اس بلس 2، هذا كله يطلع لك بيش بالناقص. نبي نجيبه هنا تفاضل الكي بالنسبه للاس ونسويها بصفر. لو فضلناها الكي بالنسبه للصفر هيقعد عندي هنا المقام تربيع اللي هو اس بلس 2 الكل سكوير، ويقعد فوق طبعا عندي ماينس عامل مشترك، يقعد هنا عندي المقام اللي هو اس بلس 2 ديفايدد باي تفاضل البسط اللي هو 2 اس زائد 2 ناقص البسط اللي هو اس تربيع بلس 2 اس بلس 3 مضروب في المقام اللي هو 1، ونسكر انا بالشكل هذا. هذا كله نسويه بالصفر، في الحاله هذه حتطلع لي الاس عندها قيمه اللي هي ناقص 3.73، وهذه البريك اواي بوينت. البريك اواي بوينت معناها لو جينا رسمنا هنا من جديد نفس ما رسمنا من بدري بالشكل هذا، نعاود الرسمة وقلنا هذا ريال اوف اس وهذا ميجينري جي ام اوف اس، وكان عندي هنا ناقص واحد وكان عندي هنا ناقص اثنين، وعندي هنا جي جذر 2 وهنا ناقص جي جذر 2. عندنا نقطة التلاقي هنا في بولز هنا، وعندي نقطة التلاقي في بولز هنا، وهنا عندي زيرو وهنا عندي روت لوسي. قلنا ما دام زيرو معناها دخلت له نقطة، وفي نفس الوقت في طالعة منه نقطة هنا. الكي هنا حتساوي قلنا صفر، والكي هنا تساوي صفر، والكي هنا تساوي انفينيتي. نقطة التباعد هذه وجدناها كم قيمتها؟ طلعناها بناقص 3.73. معنى هذا أن البولز هذا حيمشي بالشكل هذا حسب الخبرة بالشكل هذا، والآخر حيمشي بالشكل هذا. هذا هو شكل الرطلوسي، معناها الكي مهما زدتها حياخذ هذا المسار. السيستم ديما ستيبل، هذا ما مشاش في اتجاه البوزيتيف، مش زي الامثله السابقه دي ماشي عندنا وحيمشي هن. واحد حيمشي في هذا الاتجاه يمشي للزيرو، والاخر حيمشي في هذا الاتجاه ويمشي وين؟ للانفينيتي. كويس، انا هذه حددتها تحديد، ولكن نقدر نجيب الزاويه هذ. زاويه الانطلاق، في اللي مرات يمشي بالشكل هذا، في مرات يقول لي ممكن يمشي بالشكل هذا، ممكن يمشي هيك ممكن يجي. معناها في زاويه انطلاق هنا لازم نحدد زاوية الانطلاق نحن هذه كم تساوي، زاوية الانطلاق اللي هي على ضوها انطلاق. هنا نحن طبعا هنا نجو هذه زاوية الانطلاق كيف نحدوها؟ نحدوها بالشكل الآتي. نحن عندنا هنا نفرض أن عندي نقطة، نفرض أن هنا عندي نقطة متواجدة هنا. الزاوية هذه اللي عند النقطة هذيك كم قيمتها؟ قائمة 90 اللي هي سموها نحن فاي بي 1. وعندك الزاوية هذه اللي بنجيبوها اللي هي زاوية الانطلاق هذه نسموها سيتا، هذه سيتا بي 1 وهذه سيتا. وعندك نمدوا خط لعند الزيرو هذا، وهذه حنسموها سيتا زيرو. حسب الشرط يقول لي سيتا بلس سيتا بي ماينس السيتا زيرو يجب ان تساوي بلس او ماينس 180. انا عندي السيتا بتاع البول تساوي 90 درجه، ما عنديش فيها مشكله. يا ليش؟ لان انت النقطه اللي حددتها هنا هذا يشوف فيها كاين البولز، معناها عمودي عليه تساوي 90، وهذا يشوف فيها كاين البولز معناها صانعه زاويه سيتا زيرو. بين السيتا زيرو شن تساوي؟ السيتا زيرو نحن لو خذينا البعد هذا حنلقى البعد هذا قيمته ناقص واحد، والخذينا الضلع هذا حنلقوه جذر 2، معناها السيتا حتساوي تان انفيرس المقابل
على المجاور معناها حتساوي 55 درجه. ما دام طلعنا سيتا بي وسيتا ني معناها نقدر نطلع سيتا من المعادله هذه، وسيتا حتطلع لنا 145 درجه، معناها الزاويه هنا حتطلع لنا بالشكل هذا، تطلع لنا قيمتها 125 درجه وهي زاويه الانطلاق اللي انطلق بها. لو كان 90 راو مش هيك، هي انطلق بها وتلاقى عند النقطه هذه. هذا هو الروت لوسي. نحن بالشكل هذا بهذا الرسم قعدنا كل ما نغيروا قيم كي، كل ما نحصلوا على شيء جديد وعلى دامبنج ريشيو جديد حناخذوه نحن المحاضره الجايه. بهذا الشكل عرفنا نرسموا الروت لوكس وندرو له سكتشنج وعرفنا الخصائص نتاع الروت لوكس. بهذا الشكل انتهت محاضره اليوم، وشكرا وبارك الله فيك.